في إطار مبادرة مدينة شباب 2030 في نسختها 12، اختتمت فعاليات ومعرض صناع المستقبل للجامعات والمهن بالتعاون مع العديد من الجامعات الحكومية والخاصة. وتواصل مدينة الشباب تقديم فعالياتها المتنوعة للشباب والناشئة لتهيئتهم لسوق العمل بطرق علمية صحيحة وفق برامج صممت بناء على احتياجات الشباب ومتطلبات سوق العمل في مملكة البحرين. تواصل وزارة شؤون الشباب من خلال مبادرتها المتميزة مدينة شباب 2030 تقديم الفرص التدريبية المتميزة لتأهيل الشباب البحريني وتزويدهم بكافة الإمكانات اللازمة لإطلاق طاقاتهم الإبداعية بهدف خلق كوادر بحرينية مؤهلة قادرة على المشاركة بفعالية في مسيرة التنمية الشاملة لمملكة البحرين. ويأتي معرض صناع المستقبل للجامعات والمهن ضمن الفعاليات التي تنظمها المدينة للشباب والناشئة خلال شهر أغسطس. معرض الجامعات هو معرض يخدم الطلبة أو الفئة العمرية المتواجدة في مدينة الشباب. نحن نقدم طبعا خصومات إلى الطلبة أوكي على بعض اللي هو المقترحات الدراسية، ونقدم بعض التخصصات اللي تعتمد طبعا على المعدل التراكمي. طبعا احنا مشاركين هنا في مدينة الشباب بخصوص اللي هو ابراز الجامعة ومميزات الجامعة، حيث ان هاي الجامعة جامعتها العلوم التطبيقية تتميز بتطبيقها الواقعي، بحيث ان انت تخرج من هالجامعة انت مطبق تطبيق واقعي لدراسته. طبعا كانت فرصة لنا احنا كجامعة ان احنا نلتقي بهذه الشباب وجه لوجه وننقل لهم بشكل عام تفاصيلهم ان شاء الله بيحتاجونها خلال فترتهم القادمة كمرحلة استعدادهم للحياة الجامعية. شارك في تنظيم معرض صناع المستقبل للجامعات والمهن العديد من الجهات المهنية والتعليمية الحكومية والخاصة في مملكة البحرين، وذلك لتوفير فرص العمل المناسبة وللنهوض بقطاع التعليم بجميع مراحله ولا سيما التعليم العالي باعتباره ركيزة أساسية لجهود التنمية والتطوير في مختلف المجالات. والله بغينا نعرفهم ان في مجال هندسه طيران متواجد في البحرين، ويقدرون ينضمون حق هاي المجال من خلال مركز تدريب هندسه الطيران. احنا تبع شركه خدمات مطار البحرين، واي احد يقدر ينضم لنا اذا عمره 16 او اكثر. الجيل الحالي شباب متميز، لما ييلنا فاهم وعارف وداخل، فعنده اسئله محدده. وشكرا على انهم سمحوا لنا بهاي الفرصه ان احنا نقدر نجاوب على هاي الاسئله اللي الشباب عندها اسئله دقيقه ومحدده لانهم اطلعوا على الموقع. هذا المعرض وفر فرصه متميزه للطلبه وغيرهم من المهتمين للتعرف على نخبه من الجهات الرسميه والجامعات المرموقه المشاركة من مملكة البحرين لتقديم شرح مفصل عن برامجها الأكاديمية وفرصها التعليمية والتدريبية لتلبي احتياجات المشاركين من الشباب والناشئة وتمكينهم من أسباب التميز وتهيئتهم لدخول سوق العمل من خلال تفعيل دور الشباب لتحقيق التنمية الشاملة لمملكة البحرين على الأصعدة كافة. فعاليات متنوعة تقدمها مدينة الشباب 2030 يأتي من ضمنها معرض صناع المستقبل للجامعات والمهن بهدف تقديم الإرشاد الأكاديمي والتوجيه المهني للطلبة، وذلك لتقديم كل الفرص الممكنة بما يصب في مصلحة الطالب في حياته التعليمية والمهنية. خالد العون لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.